ألف المئة ما تنزلش عليها. قلت لك 100,000 ما تنزلش لي عليها. الحاج أحمد فلاح كبير في منطقة الشاوية، جاء ليعترف بذنبه ويصالح أخيه. حقيقة أنا ديت لخويا الأرض 80 كتار، وديت ليه الماكن ديال الحصاد، وديت ليه الكوامي، وديت ليه الأرض، وديت ليه الدار، وديت ليه المرأة. وأنا كان درك أنا جيت نطلب منه السماحة. مزيان، إذا غترد ليه داكشي ديالو. لا لا ما ردليش أنا، لا جيت نطلب منه على السماحة. حنا ولاد اليوم عاف الله عما سلف. كيف زعما ما غطرتش لي داكشي ديالو؟ أنت اش ترد ليه؟ اش ترد ليه باش نعاود نطمع فيه؟ حنا راه ولاد اليوم، والمدة ديت ليه، والغد بلاش، وقتها رجلاش، ما يجي عندي ما يزورني لا عواش لا علاش، يجي يشوف عمراتو. هذا تعاملني على عيني ما يجيش عند بلادي. شنو هي 80 كتار الله يلعبوا الدنيا؟ يجي يزورنا لوجه الله. مش احنا مالنا كفارة؟ احنا خوت والدم مخلط، كي عندي كي عندو. ما عنديش تلعين باش نبكي.